السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا على كل اللي بيشوفونا. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة بقى هنعمل أكلة خفيفة تنفع فطار تنفع عشاء، ولو أنت بتحب الغدا خفيف تنفع برضو. معايا هنا كوباية لبن، كوباية لربع دقيق، أي نوع جبنة عندك في التلاجة هيمشي، يعني مش لازم جبنة موتزاريلا، بس أنا حاطة هنا جبنة موتزاريلا. وعندي ملح وشوية خميرة صغيرين وبيضة واحدة بس. تمام، ان شاء الله نعمل اكلة حلوة جدا وتعجبك. اول حاجة بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف هنعمل الاكلة الجامدة دي ازاي. في البولة بتاعتي هحط اول حاجة كوباية الا ربع دقيق، واحط عليهم كوباية اللبن وهقلبهم كويس جدا. هو ده القوام اللي انا عاوزاه. هحط بقى البيضة، بيضة واحدة بس. واحط شوية خميرة فورية بما يعادل ربع معلقة صغيرة، واحط الجبنة، زي ما قلتلك اي نوع جبنة هينفع، يعني مش ضروري موتزاريلا يعني. واحط كمان رشة الملح، طبعا لو انت حاطه جبنه موتزاريلا الجبنه الموتزاريلا بتبقى ما فيهاش ملح، لكن لو حاطه اي جبنه زي الرومي مثلا او الشيدر خلي بالك بتبقى مالحه، فما تظبطي الملح يعني، تراعي نوع الجبنه اللي انت حاطاه. تمام كده، هو ده القوام اللي انا عاوزاه. اروح بقى عند البوتاجاز ونشوف هنعمل الاكله بتاعتنا ازاي. جبت الطاسة بتاعتي وحطيت فيها شوية زيت صغيرين، سبتهم لما يسخنوا، وهنزل بقى بالخليط بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبه على النار كده على نار متوسطة لحد ما يستوي من تحت، وبعد كده نقلبه عشان نسويه من الناحية التانية. هي تقريبا استوت، انا لفتها الناحية التانية. طبعا لو انتي مش تعرفي تلفيها زي ما انا عملتها بطبق زي دوا وتحطيه كده وبتقلبيها وترجعي تحطيها تاني في المقلاة، ده ظهرها. برضو النار متوطية عليها خالص، وهسويها كمان من تحت، ولما تستوي من تحت هاجي اوريكي شكلها. نار 10 دقايق، نقطعه بقى من جوه كده وتشوفي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. عشا سريع جدا، واي جبن عندك في التلاجة مش هترميها ولا حاجة حتى لو كانت نشفت. ان شاء الله تجربي الطريقة دي وتعجبك جدا وتقوليلي بقى ايه رأيك. وادي شكلها بقى من جوه، وطعمها حلو جدا. ان شاء الله تجربي الطريقه وتعجبك، ولو عجبتك بقى ما تنسيش لايك وشير واشتراك للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.
وبالهنا والشفا.